القدس العربي وليس من القدس الإسلامي، من القدس الميراثي. اليوم أنا أتواجد في هذا الفضاء لأجل توقيع الكتاب، وسعيدة جدا بهذا الحضور النوعي وهذا الاهتمام بكتابي، وأشكر جميع ضيوفي الذين حضروا من أجل الاستماع إلى شرح عن هذا الكتاب. شكرا لكم. أنتم الأهل أم ترتجى وأبو، هذه يدي من صلاة القدس أملأها، فصفقوها بحب لنا عرب. أنا أرحب بضيوفي الكرام أجمعين، أرحب باللالة مليكة بالقصر الملكي، أرحب بالمعالي البروفيسور عبد العزيز الديلاني من الأرشيف صاحب الجلالة، أرحب بكل ضيوفي الكبار، أهلا وسهلا بكم، أرحب بعميد المسرح المغربي الأستاذ عبد العظيم الشناوي والأستاذ علي الشاب، وبفندل فندل من أصدقائي ومن محبي ومن أهلي في المغرب، يعني محب الألقاب. حصل لإخواننا اليهود الذين غادروا المغرب وذهبوا إلى الديار المقدسة، ماذا حصل بهم؟ بالفرق ما يعني هذا السؤال تكرر على مسامعي، قلت إذا هنالك فجوة ذهبت إلى مصادر عبرية، ويعني العجيب أن يعني شخصية اليهود وهذا غير متبع، ولكن بحكم أننا نحن الذين نعيش هنا نتكلم لغتهم، فإذا لم نكن نحن من يترجم من سيفعل هذا؟ وللحق نحن نعاني كفلسطينيين من المغاربة اليهود لأنهم يعاملوننا بشكل يعني ليس لطيف وليس جميل. المهم أنا ذهبت إلى مصادر عبرية عديدة كانت قد أزيل عنها الحظر، هذه المصادر كانت تحت الحظر، يعني حيث وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت تمنع هذه المادة أن تظهر للناس حتى لا يعني تبدو المعلومة، ولكن بعد مرور 30 عام لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.